star. Yes. 4 cube 50 ml. لازم نحضر السيتاب بفر. نحط في التيوب في كل تيوب حوالي 5 ml. About 10, so we'll divide it into. هقسمها على اثنين، كل واحد 5 ml. 5 exactly, 5 ml. بعدين نغطيها. Five ml برضو. Exactly five. طبعا هذا المحلول محلول سيتاب، عملية استخلاص للدينية عن طريق السيتاب ميثود. طبعا هذا المحلول المفروض انه معقم، بعد ما يتعمل يتعقم. الانابيب هذه حرقمها واحد حسب عدد العينات اللي عندنا. انا عندي 4 عينات حرقمها 1 2 3 4. بعدين هنحطهم، طبعا الغطا هنخليه لوز مو مرة مقفل، لوز. وهذا نفس الشيء لوز. بعد كده هنحطها في حمام مائي. درجة حرارة 62 أو 60. This is small. درجة الحرارة 65. نحط التيوب. The water too much. How I can fix this now? Gracias.